أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر، وفيها تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والصحة العالمية تحذر من العادات الغذائية في شم النسيم. البرلمان يوافق على مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا، وأخيرا نناقش التغطية الصحفية لقضايا الفيروس وتحديات سلامة الصحفيين. تابعونا. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، وبشأن انخفاض عدد المصابين بالفيروس في مصر مقارنة بدول أخرى. قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية إنه يرجع للهرم السكاني في مصر بحكم أن 60% من المصريين في سن الشباب، مشيرا أيضا إلى اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة من بينها غلق المدارس وتقليل أعداد الموظفين في الجهات الحكومية وغلق المطارات. وكشف أيضا عن اختبار تأثير عقار أفيجان على 50 مريضا في مصر، وأنه لو ثبت فعالية الدواء سنحصل على المادة الخام من اليابان بعد تدخل رفيع المستوى. من جهة أخرى أكدت عميدة كلية الطب بجامعة القاهرة إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الصناعي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأنه أيضا تم اكتشاف 17 حالة إصابة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي الذي تم تخصيصه كمستشفى للعزل. حول آخر التطورات نرحب من القاهرة عبر الهاتف بالدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير عام مستشفى حمية إمبابة سابقا. يا دكتور أهلا بك. أهلا بك يا فندم. يعني تعليقك النهاردة الأرقام انخفضت تقريبا، بنتكلم تقريبا 65 حالة عما كان الوضع بالأمس أو 60 حالة فيما يتعلق بالإصابات، انخفاض 4 وفيات عما حدث أيضا بالأمس. من وجهة نظرك أحيانا الرقم بيعلى بينزل سواء في الإصابات أو الوفيات، بيعبر عن إيه ده؟ هو طبعا الريكورد بتاع النهاردة لحد 19 أبريل ان اصبح في عندنا عدد الحالات الايجابيه في مصر 3144 حاله بزياده عن الامس، وطبعا الوفيات زادت بعدد وفيات 15 حاله وفيات اليوم، وصلنا ل 239 حاله وفيات، ورصدنا 112 حاله جديده من حالات الاصابه الجديده في مصر. طبعا ده رقم برضو يعني ما احبش ان هو يعني كان الوفيات تزيد بالدرجه دي، لكن في يعني برضو نقطة لازم نفهمها، إن كلمة الوفيات في الكورونا بالذات في مصر وفي العالم كله زي ما نوه الدكتور عوض إنه هي مسألة يعني بتبقى يعني عنيفة في كبار السن بالذات، المجموعة اللي فوق 60-65 سواء في مصر أو غير مصر، وده يمكن إلا خلى الظاهرة الإيطالية لما ظهرت بأن هو في انفجار كان غير متوقع ومأساوي وأسود، وإن كان في حالات وفاة بتوصل لكل يوم لألف حالة فجأة بشكل يعني درامي جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه خاصية المجتمع الإيطالي برضو بعكس ما قال الدكتور عوض بالنسبة لمصر، إن هو مجتمع كهل شوية وفيه نسبة مسنين كتار، ودي برضو لما حصلت في وسطهم الإصابة أطاحت بالناس الكبار دول لأسباب معلومة طبيا في كل الأمراض، مش لانه كورونا قاتل للكبار السن، ولكن لانه مرض بيصيب الجهاز التنفسي في مقتل بشكل شديد، وبالتالي الناس دي بتكون الجهاز التنفسي بتاعها معوق نتيجه السن ونتيجه التدخين ونتيجه امور كثيره مع الضعف السني اللي موجود. الفكره بتاعت ان احنا عندنا في مصر هنا في حالات زياده النهارده شيء متوقع. والجمله الثانيه اللي هي نص الجمله اللي لازم يتقال، انه حتى الان الحمد لله رب العالمين المنحنى الوبائي لانتشار فيروس كورونا في مصر يعتبر الى حد ما هادي بشكل جيد، يعني اعلى من الجيد كمان. احنا في مصر هنا ما بنبتدعش خطه علاجيه معينه او شيء معين، ولكن تميزنا من البدايه بان احنا كنا من اول الدول اللي عملت خطوات استباقيه لاستقبال والتعامل
مع حالات فيروس كورونا من قبل ما تيجي اول حاله فيروس كورونا، وده طبعا واضح من الحاله اللي اكتشفناها في الاول في القاهره من شخص صيني، ثم 12 واحد تاني، وبعدين بقى لقينا ان في معزل جاهز ليهم واطباء بكوادر تدريبيه عاليه ووسائل اتصال عاليه، وفي نوع من التنسيق بين نقول الحكومه المركزيه في الاداره للازمه مع وزاره الصحه. كان التنسيق عالي جدا جدا جدا، ما كانش معمول زي الاول. كان في الاول في كل وزاره بتعتبر نفسها يعني جزر منعزله، وانت عارف طبعا البيروقراطيه اللي موجوده في مصر بتبقى معوقه في امور كتيره. هنا حصل نوع من النسف ليها من الاساس، واصبحت الامور بتمشي بشكل متناغم وبشكل قوي وبشكل فيه نوع من الانضباط الشديد جدا. وده طبعا الانضباط الشديد جدا يفكرك على طول يا استاذنا بالعسكريه، وده ليه؟ لانه برضو الجهاز او الفرع الطبي او الجهاز الطبي بالقوات المسلحه المصريه، والله الطبيعي يا دكتور ان الانضباط يكون موجود في كل المؤسسات، يعني ده افضل شيء، هو ده الطبيعي انه يكون موجود مش الاستثناء. طب انا بس عايز اقف معاك يا دكتور عند حاجه مهمه جدا الحقيقه. حضرتك تحدثت والدكتور محمد عواد اتكلم عن قصه كبار السن، وهي جزء معتبر جدا فيما يتعلق بالوفيات، لكن هل ليه دور في الاصابات ايضا؟ لانه احنا معدل الاصابات في مصر مش عالي، هو ربما يكون مش بيأثر بشكل كبير على صغار السن او من هم يعني في سن الشباب، لكن هل الشباب عندهم حصانه ما او عندهم شيء ما بيخلي اصابتهم بعيدا عن التاثر طبعا اصابتهم اقل في الحده من الاخرين رقميا؟ يعني قراءتي لهذا الامر يعني برضو مختلفه شويتين عن القراءات السريعة بين الناس كلها وبعضها، بان انه كل مكان بيحلل تحاليل فيروس كورونا للناس اللي عنده حسب ما تيسر له من ايه، من العينات اللي هي الكاشفه الكواشف. صحيح. فاذا كان سيادتك عندك في مكان ما في عندك استورات 1000 تحاليل كواشف وعندك البلد اللي انت موجود فيها ديت فيها 1000 شخص، يبقى هتحلل لكل البلد. صحيح. إذا كان عندك الألف دول موجودين في بلد فيها 50 مليون، يبقى هتحلل الألف وبقى 50 مليون جدا. مش هيحللوا وهكذا. فإذا هنا ده مؤشر مراوغ وليس مؤشر ممكن نعتمد عليه نقول إن في حالات كتيرة موجودة هنا عن حالات هنا. حالات كتيرة لما تكون بتحلل حضرتك لكل الناس اللي موجودة سواء في مصر أو في إسرائيل أو في يونايتد ستيتس أو في إنجلترا. لكن احنا ما هنا انا بتجاوز عن الموضوع العينات اللي اتعملت، وان في ناس يعني ايجابيين 100 او 200 او 500 او 1000 او مليون، لان دي مش قضيتي. ليه؟ لان الفيروس كشف عن هويته خلاص، اصبح سافر الوجه دلوقتي وبيقول انا بعد اي انسان، اي مخلوق اسمه بني ادم على الكره الارضيه من سن يوم لغايه سن مليون هوصل له هعديه. يبقى اذا هنا ليس الشباب بمنأى وليس الشباب بمناعه. وان هو ما بيت مناعه صد يعني اقصد لكن في مناعه جسم بقى لو دخل الفيروس للجسم السن الصغير بيبقى هنا بتبقى قدرته افضل على مقاومه الفيروس داخليا. ايوه، ويتعامل معاه بحيث انه ممكن يكون مصاب بالفيروس وليس عنده اي اعراض. يعني مش معوق، يعني اللي بنسميها اعراض البرد العاديه. وده نجاح. ده نجاح لان انا كل مشكلتي في قراءتي للموضوع فيروس كورونا منذ بدا اوائل القرن في اوائل 2020 لغايه دلوقتي 4 شهور، انه هو ابجدياته فيروس قادر جدا ومفتري جدا وشرس جدا في الانتشار. فيروس قدرته على القتل والاصابه بالقتل او بالاماته ضعيفه يعني. بس لان انتشاره كبير فنسبة الوفيات منه كبيرة، يعني هو ممكن تكون وفيات 3-4%، لكن لما يكون الإصابات مليون 3-4% ده هيكون رقم كبير. هيبقى 30-40 ألف مثلا، كبير نسبيا ناحية الأعداد. لكن لما تيجي تبص مثلا لموضوع ده، لأن هو اكتسح العالم كله. لكن لما مرينا بتجربة السارس قبل كده وتجربة برضو تعالك الانفلونزا الموسمية العادية الموسمية اللي بتحصل في العالم من يوم ما ربنا خلق العالم، بتحصل دي سنويا في العالم سنويا أكتر من 500,000. أنت متخيل الرقم؟ بتحصل في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا أكتر من 50,000. ده كله وإحنا بنتعامل معاها بهدوء لأن ليها أمصار لأنها معروفة الهوية وعارفين نحتاط منها إزاي
واللي ما بياخدش المصل او بيهمل يبقى هنا دمه بيكون عرضه للاصابه، وبرضه بتبقى الوفيات في السن الكبير. طب دكتور في حاجه برضه مهمه كورونا. اسمح لي هنكمل النقاش في هذه الجزئيه، بس احنا متابعين طبعا وعارفين انه في الكورونا موجود، لكن ده ما يمنعش ان لسه الامراض الاخرى اللي بيتعالج منها المصريين واللي بيتعالج منها ناس عموما برضه موجوده. في ناس محتاجه نقل دم، في ناس محتاجه خدمات صحيه، من بين طبعا الخدمات دي زي ما قلنا نقل الدم. وفي الفتره الاخيره كان في بعض القلق من الناس ان هم يروحوا للمستشفيات عشان او يعني يتبرعوا بدمهم خوفا من العدوى وغيره. تعالوا نشوف مقطع بيبين المشكله دي وهنرجع لك تاني يا دكتور، لانها نقطه مهمه جدا عايزين نطمن فيها الناس برضه. اتفضل. في مرضى كتير بيحتاجوا نقل الدم بصوره منتظمه طول عمرهم، زي مرضى انيميا البحر المتوسط اللي بيحتاجوا على الاقل نقل دم مره او مرتين كل شهر. بقالي 13 سنه تقريبا متبرع منتظم كل 3 شهور، والحمد لله عندي ثقه جامده جدا لان هم بيتصلوا بيا كل 3 شهور تقريبا. بقالي تقريبا 5-6 سنين بالظبط متبرع منتظم، يعني كل 3 شهور مع اهتمام هنا المعهد بانه دايما يتصل بيا كل 3 شهور بيفكرني، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي. باجي هنا من حوالي 20 سنه تقريبا المكان، اتبرع بشكل منتظم. احنا بقينا دلوقتي ان شاء الله على اتم استعداد لاستقبال جميع المتبرعين في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزه وفروع الاقليميه الموجوده على مستوى الجمهوريه. كل يوم ان شاء الله من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 3 الظهر. بنتبع على وسائل مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وبنعمل تعقيم وتطهير للمراكز كل يوم مرتين، كمان في تعقيم وتطهير ما بين كل متبرع والآخر. دكتور سمير عنتر برحب بيك مرة تانية. الكليب بيقول انه ربما بعض الناس او انطباع عام انه ربما النسبة قلت اقبال الناس على المستشفيات عشان التبرع بالدم، الاكيد انه هيكون في بعض القلق. هل حضرتك كأستاذ للأمراض المعدية أو في الأمراض المعدية واستشاري في ذلك، هل نقل الدم، هل ذهاب الشخص المتبرع عشان يتبرع بدمه، هل ده ممكن يكون في خطورة عليه أو ينقله فيروس كورونا من شخص قبله أو غيره؟ لا، هو مش القصة كده. هو إحنا دلوقتي حاليا في مصر الأهم في الأهم يا أستاذنا. يعني دلوقتي أنا عندي مستشفيات القصر العيني الفرنساوي اللي حصل فيه مشكلة معينة مؤخرا 17 إصابة لسه امبارح. دي بنعمل إحنا حضرتك نوع من التوعيه بانه هو الناس اللي عندها امراض مزمنه وبتقدر انها تتعامل معاها او يتعامل مع طبيب قريب منه او مركز يكون قريب منه ما يلجاش للمستشفى في ساعه الذروه او ساعه الازدحام. ليه؟ لان المستشفى في حد ذاتها سواء في كورونا او ما فيش كورونا، المستشفى موجوده في جنوب افريقيا او موجوده في الصين او موجوده في اندونيسيا، ده مكان للمرض ومليان ميكروبات، وفي حاجه اسمها المرسى اللي هي الميكروبات اللي يعني بتعاند وتقاوم الادويه والمضادات الحيويه، وشرسه جدا دي منشاها المستشفيات. فالاصل انك تتجنبها. فانت حضرتك انت بتتكلم عن مكان مهوش الجنه الفاضله. طبعا. بتتكلم عن المستشفيات اللي هي لازم يخشها مرضى ويكون فيهم امراض ويكون عندهم كذا. انا بشتغل بقالي 42 سنه بفضل ربنا، ربنا مد في اجلي ما اخذتش اي عدوى من المستشفى. رغم ان انا دخلت في حروب مع اوبئه في مرات عنيفه وكان لينا يعني مع مواقع شديده مع الكوليرا والحمى الشوكيه كذا مره والحمى الحمى الدنج وحمى الريفت فالي ومش عارف الانفلونزا الطيور ثم كذا. لا يعني معارك عنيفه يعني ربنا نجانا منها بفضله وبنعمته، لكن طبعا احنا في عندنا كاطباء عارفين ان في حاجه اسمها اجراءات منع العدوى ووقف العدوى وخلافه الى اخره. انما المستشفيات في مصر حاليا انا ما بنصحش حد اطلاقا لا يروح يتبرع ولا يروح يدور على دراعه بيوجعه شويه او اي حاجه من الحاجات اللي لا دراعه بيوجعه. الكلام ده احنا اتكلمنا فيها وقلنا للافضل ما تروحش غير في يعني في الضروره القصوى، لكن احنا دلوقتي في نقطه التبرع، لانه يا دكتور هتفضل حوادث طرق موجوده. بالظبط، هتفضل حوادث طرق موجوده، هيفضل ناس محتاجين تبرع بالدم بانتظام ان هم ياخدوا دم سواء الامراض المزمنه او غيره، ف اي نقص في كميه الدماء ممكن يعمل مشكله على جانب اخر. لا بنك الدم معزول عن المستشفى دايما، وبنك الدم دوت وكمان في عندنا مركز القومي للدم في القاهره، يعني دي بتبقى اماكن مخصصه لل فبالتالي امان الناس تروح الاماكن دي. مبنى المستشفى نفسه بالتبرع، مفيش اي عذر لاي حد ان هو يروح يتبرع في اي وقت بالدم بتاعه يبقى مشكورا. وهيبقى مكان طبعا بالنسبه له امن، لان دوت بعيد عن
الخط السير اللي هو بنعمله للمرضى اللي هم بيكونوا بيخشوا المستشفى لاسباب كثيره. ده مكان حرج يعني، دوت قدس الاقداس اللي بنك الدم. ما ينفعش ان هو يكون في ممر عادي في وسط ابنيه المستشفى. هو طبيعي بيكون في اجراءات كبيره جدا بتتعمل لمكافحه العدوى في الاماكن اللي فيها التبرع بالدم، لان هو الاصل يعني ان تتامن الناس او يتامنوا ناس رايحين، من بينها طبعاً الكورونا، هي كورونا زيها زي اي مرض. طيب خلينا نروح يا دكتور اخيرا لسؤال عايز استغل وجود حضرتك معايا كمدير عام لمستشفى حمايه امبابه، وهي من المستشفيات اللي في المواجهه، اللي يعني في صدر المواجهه في مواجهه فيروس كورونا. الى اي مدى المستشفى حمايه امبابه بحكم رئاسه حضرتك ليها او المستشفيات الشبيهه عندها الاستعداد للتعامل مع هذا النوع من الامراض؟ وخد بالك انه بعض الناس او بعض الاطباء اتكلموا في قصه ان مصر عندها خبره كبيره جدا مع الامراض المعديه عموما، وده مأثر في حجم الاصابات عندنا في كورونا. طبعا ودي الميزه بقى اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بيها، زي ما قلت لسيادتك جمله الخبره المتراكمه عبر سنوات طويله في التعامل مع يعني خبره حروب سابقه. صحيح. الراجل العسكري اللي بياخد درجه مارشال يبقى حاطط كده نجوم كتيره على جسمه على صدره، اللي هي الحروب اللي خاضها وانتصر فيها. احنا الحمد لله انا على صدري نياشين كثيره، وزملائي كلهم على هذا عليهم على صدرهم هذه النياشين. كمان الاقرب موقعه لينا كانت انفلونزا الخنازير، ثم قبلها انفلونزا الطيور. يعني حاجتين شبيهين بانفلونزا كورونا في التعامل امراض جهاز تنفسي. فبالتالي المسائل ما هياش مسائل يعني مجهوله بالنسبه لنا ونبتدي نتخبط فيها، لا ده هي ده نوع كاننا اتمرنا عليها قبل كده. يعني كان في تمرين بالذخيره الحيه على المعركه دي مرات ومرات. فهنا اولادنا كلهم وبناتنا اللي موجودين في التمريض وخلافه كلهم ما ذكرتهم لسه ما نسيتش المواقع دي ومحتفظه بيها، بل بيحسوا ان هم بيتعاملوا معاها بقى بسهوله. تمام. يعني لما يكون انا حضرتك عندي وباء اسمه غريب ووصفه غريب وبيصيب مكان تاني غير الجهاز التنفسي وداخل على العالم كله، انا ببقى برضو الى حد ما محاذر جدا وخطواتي كلها محسوبه وفي عندي نوع من الارتجاف. لكن دلوقتي احنا دلوقتي ما عندناش الارتجاف ده، احنا بنرمي نفسنا في المعركه عارفين بنعمل ايه. تمام. احنا الصورة. عندنا نسبه نجاح عاليه جدا في المستشفى الحمد لله. نسبه الوفيات عندي في المستشفى اللي بيخشوا عنايه مركزه برضو ضعيفه جدا الحمد لله رب العالمين. مكافحه العدوى وعدم العدوى بين الاطباء والتمريض برضو الحمد لله رب العالمين ماشيه زي الفل، مفيش حد من الاطباء. نتمنى ده يكون موجود في المستشفى وفي كل مستشفيات مصر ويكون كل الطواقم الطبيه بخير دايما. شكرا جزيلا للدكتور سمير عنتر استشاري حميات الامراض المعديه ومدير عام مستشفى حميات امبابه سابقا، شكرا جزيلا يا دكتور. طبعا كنا شايفين من شويه على الشاشه الفسيخ، يعني من ايام بدات التحذيرات والدوله خدت اجراءات بشبه حظر تجول كامل غدا في شم النسيم، غلق الكورنيش، غلق كل المتنزهات، علشان الناس قلقانه جدا سواء في الدوله او حتى المواطنين من تاثير شم النسيم على المنظومه الطبيه، لانه احنا شايفين في مشكله كبيره تتعلق بالكورونا، ففي قلق من انك تضيف لها كمان امراض ناتجه عن شم النسيم. خلينا نروح نرحب بالدكتوره ساميه عبد المطلب اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. يعني سنويا لازم نتكلم عن شم النسيم ونقول للناس كلوا فسيخ ولا ما تاكلوش فسيخ؟ لا، والسنه دي كمان اكثر، لان زي ما الدكتور كان قبل كده يعني هي يعني البلد مش مستحمله والمستشفيات مش مستحمله. ومع ذلك برضو الناس النهارده كنت في وسط البلد كان زحمه جدا على محلات الفسيخ بشكل غريب جدا، فصعب قوي الصراحه يعني. ربنا يستر بكره ان شاء الله ويعدي على خير. طب ده كان في ناس يا دكتوره في البدايه بتقرن او يعني شايفه ان المصريين هيكونوا محصنين ونسبه انتشار الفيروس فيهم قليله بسبب انهم بياكلوا فسيخ، شايفين ان دي مصدر ربما يكون مصدر حصانه للناس. خالص يا فندم خالص. بص اقول لحضرتك، الفسيخ عباره عن سمك متملح اتحط في الشمس، اتحط عليه ملح السياحات، وطبعا حضرتك ممكن يبقى السمك نفسه ميت والسمك اكيد مش متنظف واكيد في مشاكل كتيره، واتحط عليه ملح السياحات اللي هو الملح الغير نقي وغالبا بيبقى نتيجه الصرف الزراعي. فتخيل حضرتك الوضع ان السمك ده بعد كده بيتحط في محلول ملحي وبيتاكل. فهو اصلا دخل فيه انواع كتيره جدا من البكتيريا، اقلها نوع البكتيريا اللي هو بيعمل تسمم العادي اللي هو اسهال وقيء ونزله معويه، والاصعب البوتوليزم اللي هي بكتيريا خطر جدا بتضرب الجهاز العصبي والجهاز التنفسي، ولو ما اتلحقتش او ما اتشخصتش بتؤدي الوفاه. وحصلت كذا سنه في مصر في شم النسيم يحصل حالات وفيات كتيره جدا،
هي المستشفيات مش ناقصه، وخصوصا ان جزء ما ده منه الجزء اللي حذرت منه من منظمة الصحة العالمية بوضوح، يعني لازم العادات الغذائية اللي كنا متعارفين عليها او متعارف عليها في شم النسيم تتوقف مؤقتا حتى السنة دي علشان ما اعملش ضغط اضافي على المستشفيات والمنظومة الصحية. او على الاقل ناخد احتياطاتنا على قد ما اللي هي نقدر، ايه ان بقى؟ احنا اول حاجه لما اجي بشتري يعني لو لازم اكل فسيخ فيفضل انا رايي ان اكل رنجة افضل. الرنجة عباره عن سمك مدخن، السمك نوع كويس قوي مدخن وفي شويه تحكم في نسبه الاملاح بتاعته. طيب انا ما عنديش وهموت وخلاص ونفسي اكل فسيخ، يبقى لازم اول حاجه اختار محل موثوق منه، يعني محل باشراف الحكومه، ما بشتريش الناس اللي بيبيعوا في الشارع في الاسواق الشعبيه، لازم محل، لان المحل ضامنه ان فيه رقابه وزاره الصحه وزاره الزراعه، وكمان لما ادخل المحل اتاكد ان الحاجه محفوظه في جرادل من الخشب، واتاكد كمان ان المحلول الملحي بيور ما عليهوش البكتيريا والطحالب بتبقى موجوده فوقه. تاني حاجه لما باخد سوري السمك او الفسيخ لازم الاول انضفه كويس، لازم اختبر طبعا شكل السمكه، لازم السمكه تكون عينيها بتلمع وما تكونش لما بدوس على بطنها ايدي ما بتنزلش بسهوله، بطنها ما تكونش منتفخه. الريحه كمان مهمه جدا، ريحه السمك البيور الحلو لا تبقى ريحتها كويسه غير لما يبقى ريحتها عفن. خدت السمك وديته البيت، اول حاجه لازم افتحه كويس قوي واشيل الراس، لان الراس البكتيريا اللي هي البوتيليزم بتعيش على الطين اللي بيبقى متخزن في الخياشيم، فبشيل الراس برميها بفتحها كويس وبتاكد كل الاحشاء الداخليه اتشالت، السمكه نظيفه، ويا ريت احطها في زيت مغلي على الاقل لمده 6 7 دقائق مغلي واقلبها ناحيتين. زيت مغلي؟ خلاص؟ لازم يا فندم عشان البكتيريا. كاني بقليها يعني كده؟ كاني بقليها في درجه الغليان. طب ما ده مفيش حد بيعمل كده خالص. ما احنا بنتكلم بقى ان احنا عشان ما نروحش المستشفى. تمام؟ ده هيقتل البكتيريا او هيكون ليه عامل افضل؟ هيقتل البكتيريا، لا مش هيقتل البوتيليزم، هيقتل انواع تانية من البكتيريا اللي ممكن تعمل لي مغص معوي، لكن البوتيليزم عشان اقتلها لازم درجة الغليان لمدة 6 ساعات. طب لكن احنا عندي ما احنا عندنا ما احنا يعني انها مش متملحه كويس والسمكه نفسها مش ممكن كانت تبقى ميته، فانا عندي يعني هي ما شاء الله مزرعه من الميكروبات اللي موجوده فيها، فانا بقتل الحاجات اللي ممكن تعمل لي النزله المعويه العاديه والمغص العادي والاسهال وكده، لكن لو حصل بوتيليزم فيها لا ده مشكله تانية خالص. اللي هو ايه بقى؟ كمل حضرتك. طيب البوتيليزم عباره عن ايه؟ عن نوع بكتيريا بتعيش في الاحشاء الداخليه للسمكه نتيجه اولا السمكه نفسها ممكن تبقى ميته بتتحلل او بدات تتحلل وتحللت، كمان ممكن البيئه نفسها اللي بيتم تخليل السمك فيها مش نظيفه، فالبوتيليزم نمت فيها. طب دلوقتي حصل انا اكلت الفسيخ لا قدر الله وحصل لي الامور ممكن تعدي، هو طبعا في حاجه لازم هتحصل ان انا عندي كميه املاح كتيره جدا حتى لو انا انسان سليم، فلازم اشرب كميه ميه كتيره قوي سوائل. ويفضل كمان ان انا يفضل ميه ميه تحديدا الميه عشان تغسل السوائل الاملاح الكتيره دي، وخصوصا لو انا مريض ضغط، لو انا عندي مشاكل في الكلى، او لو حتى انا سليم يفضل ان بعمل مشروب الديتوكس، بجيب شرايح ليمون بحطها في ميه برضو عادي من غير اي حاجه وببيتها ليله في الثلاجه وبفضل اشرب فيها، ويفضل مثلا ان هاكل الفسيخ الساعه 3 4 العصر واصوم على الاقل 16 18 ساعه عشان الكبد ينظف نفسه من الكاسة. والله انت صعبتيها جدا على الناس يا دكتوره، نتمنى الناس تستصعب الموضوع فتقرر ما تاكلش فسيخ اسهل، لان لو هتاخد كل الاجراءات اللي حضرتك قلتيها دي يبقى يكون الموضوع صعب جدا، ما افتكرش حد هيعمل ده. فيا ريت نكون الناس اللي بتتفرج علينا شافت قد ايه الموضوع صعب فيكسلوا يجيبوا فسيخ خالص. بشكرك يا دكتوره. هقول بقى انت لو حصل لك تسمم بقى تبدا تعرف ان في مشكله. انا اكلت الفسيخ وبدا التسمم على فكره، لا بيجي مغص ولا اسهال ولا حراره ولا اي حاجه، بحس ان بزغلله في عيني، عدم اتزان، لساني بيتقل، وضيق في التنفس. لما بتجيني الاعراض دي لازم جري على المستشفى عشان بيتاخد الفاكسين المخصص للبوتوليزم. يعني انا ما افضلش قاعد تمام. ويبدا يجيني المغص، وهي دي المشكله. ما هو ده بالظبط اللي اتكلمنا فيه، ده اللي بنقول انه ما نحطش احتمال ان الناس تحتاج اصلا تروح للمستشفى، لان المستشفيات مش ناقصه خالص في الفتره دي. فيا ريت معلش نستغنى السنه دي بس مؤقتا حتى عن الفسيخ السنه دي بس، وبعدين نبقى نشوف بعدين ان شاء الله تكون الكورونا راحت وتكون المستشفيات فيها اماكن. بشكر شكرا جزيلا الدكتوره ساميه عبد المطلب اخصائيه التغذيه العلاجيه على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا.
تعالوا برضو نشوف مقطع التوعوي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إزاي بيتم دعم المتعافين من الإدمان اجتماعيا ونفسيا في وسط الأزمة اللي بنعاني منها حاليا، أزمة كورونا. عزيزي المدمن المتعافي، احنا بنتقابل معاك النهاردة علشان الظروف اللي انت شايف اللي احنا عايشين فيها دي أدت إلى تغييرات كتير في حياتك وفي حياتنا كلنا. خايفين عليك في الفترة دي انه فيه عوامل خطورة فعلا استجدت، ممكن تحس في وقت من الأوقات انك قاعد في البيت زهقان، ممكن تحس بالملل، ممكن تفتقد أصحابك اللي كنت بتقابلهم، ممكن تفتقد الفلوس، فلوس قلت عشان مفيش شغل، ممكن تيجي زن الضرب، ممكن يبقى فيه عادات فيها كلام سلبي، ممكن يبقى فيه توقيع أمانات، ممكن يبقى فيه أفكار سلبية، حاجات زي دي كتير. احنا مش عايزين في وسط أزمة كورونا دي نخسر حالة التعافي انت يعني تعبت جدا فيها، وكل الناس اللي بيحبوك واللي ساعدوك تعبوا معاك فيها علشان توصل لها، واستعدت حالتك السوية، واستعدت أدميتك، واستعدت احترامك، واستعدت كل حاجة حلوة في حياتك، وأهلك وحبايبك كلهم فرحوا بيك. الأزمة دي أزمة مؤقتة بالضرورة، وإن شاء الله هتعدي على خير وسلام. فمش عايزين لما أزمة الكورونا تعدي نكون إحنا دخلنا في أزمة تانية وهي أزمة الانتكاسة. عشان كده قلنا النهاردة هنقعد معاك ونتكلم معاك في كم نقطة كده ناخد بالنا منه. أول حاجة، وإنت تحت ضغط هذه الظروف، لو حسيت بأي مشكلة أو أي تعب أو أي اضطراب أو أي زن التعاطي أو لهفة أو خرمة أو شعوذة أو أي حاجة من دي، ما تترددش إنك تتصل بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على رقم 16023، وده متاح على مدى 24 ساعة. وكالعادة أسئلة كثيرة سنبحث عن إجابة لها في فقرة اسأل عن كورونا مع زميلة دانيا أشتي. أهلا بكم إلى فقرة اسأل عن كورونا. تعاني الدول التي تشهد ارتفاعا بحالات الإصابة بفيروس كورونا نقصا حادا في أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، ويرى بعض الأطباء أن مرضى فيروس كورونا قد تسوء حالتهم عندما يوضعون على هذه الأجهزة. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. منذ تفشي فيروس كورونا انشغلت القطاعات الصحية في مختلف أنحاء العالم لمعالجة مصابي كوفيد-19، وبينما يكون وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي الحل الأخير أمام الأطباء لإنقاذ المصابين بأعراض حادة من كوفيد-19، تشير تحذيرات جديدة من خطورة هذه الخطوة. بعض الأطباء يرى أن استخدام أجهزة التنفس الصناعي قبل أوانه مع المصابين قد يفاقم من حالة المرضى. عندما تفشل الرئتان بأداء مهمة التنفس، تعمل هذه الأجهزة على ضخ الأكسجين لجسم المصاب، وتشمل العملية تخدير المريض وإدخال أنبوب في حنجرته. وإدخال الأكسجين المضغوط إلى الرئتين من الممكن أن يتلف أعضاء الجسم، كما يتسبب إدخال الأجهزة بشكل مبكر التهابات في الرئتين. أما بالنسبة لأجهزة الضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر المعروف بسباب، التي يستخدمها الأشخاص المصابون بانقطاع النفس أثناء النوم، فلديها بعض أوجه التشابه مع أجهزة التنفس الصناعي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكن تعديلها لتخفيف نقص أجهزة التنفس. يعالج سباب توقف التنفس أثناء النوم عن طريق إنتاج تدفق ثابت ومعاير للهواء عبر الشعب الهوائية، يتم توجيهه عبر الأنابيب وقناع متصل بالوجه. يتيح سباب التنفس المنتظم ونوما أفضل ليلا. يرى الخبراء أنه لاستخدامه في مرضى الفيروسات التاجية يجب تعديل أجهزة سباب باستخدام أنظمة التصفية حتى لا تتسبب بتفريغ كميات كبيرة من الفيروسات في الهواء المحيط. بداية نرحب بالدكتور فراس الإمامي، استشاري أمراض باطنية وأوبئة في مستشفى فريملي بارك في لندن. دكتور فراس، وتعقيبا على التقرير،
بعض الأطباء يلجأ عند التعامل مع مرضى كوفيد 19 لأجهزة التنفس الصناعي مبكرا، لأن الفيروس سيؤدي لانخفاض نسبة الأكسجين بالدم بشكل واضح، في حين يقول آخرون إن المرضى يحتاجون للأكسجين وليس للضغط العالي، فهل يجب تغيير البروتوكول؟ في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال هو سؤال حلو، والإجابة عليه برضو لازم تكون صحيحة ومفهومة. بالنسبة للمشاهدين لازم يفهموا أنه إحنا عادة لا يفضل أبدا نلجأ للأجهزة التنفس الصناعي، سواء كان التخدير الكامل عن طريق الأنبوب كما ذكر التقرير، أو عن طريق السيباب اللي هو جهاز الضغط، إلا إذا عندنا الأكسجين في المعيار الأكسجين في الدم صار نقص شديد ولا يمكن تعويضه عن طريق الأكسجين اللي هو عن طريق الماسك. هذه خطوة أول شيء لازم ننتبه لها، لأنه كما وضحنا في التقرير يفضل أول شيء ما نلجأ لهذه الخطوة، لأنه للأسف إحنا ما عندنا أجهزة كاملة ونقدر نحط كل مريض على جهاز، سواء كان الضغط الإيجابي سواء كان التخدير. فالأفضل نبدأ العلاج ونشوف مقياس معيار الأكسجين في الدم. شكرا، وننتقل إلى بعض الأسئلة التي وردتنا من مشاهدينا. ريما حجازي تسأل: هل تناول مضاد الفطريات أو مضاد الالتهاب يضعف من مناعة الجسم ويصبح التقاط العدوى أسهل؟ حلو. شوفي، احنا عادة نستخدم المضادات الحيوية، مضادات الفطريات إذا في عندنا التهاب واضح ونقدر نستخدم هذا المضاد لهذا الالتهاب. إساءة استخدام الأنتيبايوتكس أو مضادات الفطريات تؤدي إلى هذا الدرجة من مقاومة الجسم. نعم دكتور. وحنان بدر تسأل: كيف نتعامل مع الوضع النفسي للشخص المصاب بكورونا الخاضع للحجر الصحي؟ هو لازم من ناحية نفسية يعرف أنه إحنا هذه مصلحته والمصلحة الأقارب اللي حواليه. هو ده يحمي أول شيء الخط الأول اللي حواليه اللي هم الأقارب، زوجته، أولاده، أخوانه، أبوه، أمه، اللي إذا في عنده أبوه أمه مثلا كبار بالعمر، هو ده يحميهم. هذه الشغلة لازم يحطها بباله، بعدين هي شغلة مؤقتة. شكرا دكتور فراس على كل هذه المعلومات، وشكرا لطيب المتابعة، ودمتم بصحة جيدة. وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها. مشروع القانون ربط استمرار استفادة الشركات أو الأفراد بالمزايا المقررة في القانون بعدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة. بالتزامن مع ذلك تسبب ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بين عمال المصانع في غلق عدد منها، مثل مصنع ليسكو، مصنع لافاشكري، وإيجي فود، وهو ما طرح تساؤلات حول مدى صمود قرار الحكومة باستمرار العمل في جميع المصانع بالطاقة القصوى واستثناء العمال من قرارات حظر التجوال. حول هذه الأمور انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نزار قنديل، رئيس وحدة الأخبار في جريدة العربي الجديد. أستاذ نزار، برحب بك. اهلا بك استاذ سامر، اهلا بالمشاهدين الكرام. يعني نبدا من النهايه، من مشروع القانون اللي بيناقش حاليا في البرلمان والمتعلق ب يعني نسميها الروشتة الماليه للتعامل مع فيروس كورونا، كيف ترى؟ يعني هي من ناحيه الشكل، هي لا شك ان هي يعني محاوله لنوع من الاجراءات الحمائيه الماليه، يعني يقصد بها أصلا يعني حماية العمال والموظفين خاصة من الشرائح الأقل في الدرجات الوظيفية، أعني يعني عن طريق تحفيز المستثمر وتحفيز أصحاب الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة لعدم الاستغناء عن هذه العمالة بشكل مؤقت أو بشكل كامل أو حتى تخفيض رواتبهم. لكن المشكلة الحقيقية أنه حتى في هذا القانون أنت لا تستطيع أن تتحكم في القوائم المالية لهذه الشركات ولهذه المصانع، هذه واحدة. الأخرى أن هذا القرار، هذه القرارات أيضا
مررت يعني بشكل استثنائي، وأنت يعني بصدد نظام هو استثنائي بالفعل يعني، وبدون الخضوع للإجراءات التي قررها دستور هذا النظام نفسه. لكن العبرة والمعول دائما عليه هو أن تضع يعني قوانين وضوابط حاكمة تستطيع من خلالها أن تنفذ ما تهدف إليه هذه القرارات، وهذا غير موجود بالطبع. وكل ما ظهر هي عبارة عن يعني عبارات أو جمل إنشائية تبدو في شكلها جميلة جدا، ولكن ليست هناك أي لائحة تنفيذية تقول كيف سنحاسب هذه المصانع أو هذه الشركات في حالة مخالفتها. وبالتالي أنت تصدر قانونا ثم تفرغه من مضمونه فقط استجابة لرغبات النظام التي تتوافق بالأساس مع رغبات المستثمرين وملاك الشركات والمشروعات الكبرى تحديدا. وكلنا يعني عرفنا كيف أن عبد الفتاح السيسي مباشرة قال إن خسائر التوقف الاقتصادي هي أكبر من خسائر كورونا، وكما لو كان الإنسان أيضا يعني سلعة تقاس يعني وروحه وحياته سهلة وبسيطة إلى هذه الدرجة. ومباشرة في اليوم التالي مباشرة لم تنتظر الحكومة كثيرا وخففت ساعات حظر التجول إلى ساعة وما تبع ذلك من كوارث، إذا شئت أن أتحدث أو أن أدخل إليها مباشرة الآن أو أن يعني تتفضل بطرح أي سؤال ترى أستاذ تامر. لا تفضل تفضل اتكلم. إيه الممكن طيب يعني إذا أواصل أنا يعني طيب يعني الكارثي يعني سننشره بعد ساعات قليلة في العربي الجديد، هو تقرير حكومي بالمناسبة حتى لا يشكك أحد في أنه جهة ما أصدرته أو كذا. هذا التقرير الحكومي أعدته جهات أمنية وطبية ورفعته إلى ما يسمى بلجنة أو إدارة الأزمة، أزمة كورونا أعني يعني. هذه التوصيات خرجت بنتائج الحقيقة هي كارثية، وهي توضح لك كيف أن تنفيذ رغبات عبد الفتاح السيسي أدى إلى هذه الزيادة. بالأرقام ثبت أن هناك 30% زيادة في عدد الإصابات للشرائح العمرية اللي هي بين 30 والخمسين تحديدا، اللي هم شرائح العمال، بمجرد أن مضى أسبوع واحد فقط على يعني السماح للمصانع وللشركات بإعادة الشغل واستثنائها من حظر التجول وشغلت بكامل طاقتها. الغريب فعلا يعني أن هذا النظام لا تعرف كيف يفكر حتى اقتصاديا ولا كيف يفكر اقتصاديو، يعني حتى من الناحية الاقتصادية أنت لن تستطيع أن تحقق يعني الفائدة التي تتوهم أنك ستحققها بتشغيل هذه المصانع على حساب أرواح البشر، وهي بالأساس يعني مسألة مبدئية. ولكن سأمضي مع هذا النظام في تخيلاته وفي أوهامه. حضرتك تفضلت بالإشارة إلى بعض الشركات والمصانع التي اضطرت إلى الإغلاق بعد أن فتحت لظهور يعني فيروس كورونا بين العاملين فيها. أحد أصحاب هذه الشركات، مش عارف يعني إذا كان متاح أن أذكر اسمه، وهو صرح يعني تصريحا عمليا، على أي حال هو من هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرتها حضرتك للمصانع، قال نصا تصريحا لافتا جدا أننا نعاني أصلا من حالة ركود في تصريف البضائع. يعني أنت تنتج وتشغل مصانع هي بالأساس ستنتج سلعة غير مطلوبة الآن، يعني غير مطلوبة لا استراتيجيا ولا مطلوبة من قبل الناس ولا مطلوبة من قبل المستهلك. من السماح لمصانع أن تشتغل، فالأفضل يعني أنا كنت أتخيل مصانع السلع الغذائية، مصانع الأدوية غيرها، لكن إيه الفائدة أنك مصانع سيراميك أو غيره هيبيع لمين في الأزمة دي؟ تمام تمام بالضبط. إذن هو حتى من المنظور الاقتصادي يعني هو قرار فاشل بكل المعايير. أيضا دعني أقول لك أن هذا التقرير الذي ننفرد بنشر الكثير من تفاصيله بعد ساعات في العربي الجديد يقول أشياء غريبة جدا. يعني الحكومة قررت أن تخفض ساعات حظر التجوال لساعة، وكانت الحجة أنها تحاول أن تخفض ساعات الذروة في المواصلات العامة وتحديدا
في مترو الأنفاق. ماذا حدث؟ ما حدث أنك زدت ساعات الذروة ساعة أخرى، فأنت سببت كارثة جديدة. ضمن المؤشرات أيضا يقول هذا التقرير الحكومي إن قرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات في كل الأماكن سواء كانت المفتوحة أو الخاصة نجح في يعني كان نسبة التراجع عن الذهاب إلى هذه الشواطئ استغلالا طبعا للأجازة الاضطرارية وكذا يعني 65%، ثم انخفض إلى عفوا كان 40% ثم زاد إلى 65% عدم الإقبال يعني 25% تقريبا. لوحظ وسجل بهذا التقرير وليس من عندي أن هناك زيادة بنفس النسبة بالضبط 25% في ارتياد الأماكن المغلقة اللي هي المولات التجارية وما قد يكون فيها من أماكن يعني يعتبره الناس ترفيها الآن التسوق يعني تحول إلى ترفيه لدى شرائح كثيرة جدا بسبب عدم وجود يعني أي مكان حتى للقاء أو للتجمع سواء الأسري أو العائلي أو تجمع الأصدقاء. إذن ما كنت تهدف إليه من هذا القرار أيضا أنت سببت كارثة أخرى لأنك حتى في الشواطئ يعني ربما يعني يكون الجو مفتوحا أكثر، ربما تكون المساحات تسمح بتباعد أكثر تباعد جسدي يعني لكنك حشرت هؤلاء الناس في أماكن مغلقة. ثبت أيضا أن نسبة التراجع عن ارتياد الأسواق التجارية والأسواق الشعبية يعني وصلت فقط إلى 10% بعد أن كانت حوالي 35% تقريبا في بداية الأزمة وفي بداية تطبيق الحظر، بما يعني أن كل هذه الإجراءات تبدو يعني يقصد بها التخفيف من أثار الأزمة، ولكن الحقيقة أنها تأتي استجابة المشكلة ان هي بتيجي ارواح المصريين وليس قفلت الشواطئ فقط. في نفس اليوم الاقي بتتفتح المولات، قفلت او حظرت التجول ادي استثناء لكل العاملين في المشاريع الانشاءات والمشاريع القوميه وغيره، فبالتالي كل قرار بيتاخد في حاجه بتتاخد مقابله بتبطل اثر. وانا بشكرك شكرا جزيلا استاذ نزار قندير رئيس وحده الاخبار في صحيفه العربي الجديد على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات، وبعتذر ليك جدا لضيق الوقت. يعني قبل ما نخرج لفاصل خلونا نشوف جولة في شوارع القاهرة قبل ساعات من شم النسيم. نخرج إلى فاصل ونعود لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وفي هذه الفقرة نناقش التغطية الإعلامية لأزمة فيروس كورونا ومنها قضايا تحديات السلامة بالنسبة للصحفيين الميدانيين والاعتبارات الأخلاقية أثناء التغطية وأيضا طريقة التحقق من الأخبار قبل نشرها وطريقة التعامل في حالة وجود روايات أخرى مغايرة أو مخالفة لرواية الدولة. في هذه الفقرة نرحب عبر خدمة سكايب بالأستاذ عبير السعدي نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيات، وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ عبير اسمح لي أبدأ معاك. طبعا أزمة صعبة فيها مخاطرة كبيرة بالنسبة للصحفيين وممكن أكتر من مستوى، مستوى التعامل من جانب الصحفيين الميدانيين، كود التعامل الأخلاقي مع الموضوع والتحقق من الأخبار. نبدأ الأول بسلامة الصحفيين اللي بيشتغلوا في الشارع واللي صحفيين مختصين بوزارة الصحة وغيرهم، إزاي يقدروا يحموا نفسهم من خطر الإصابة بالفيروس؟
بدايه اولا نرحب بحضرتك استاذ تامر والزملاء الاعزاء اهلا بيك. والمشاهدين الاعزاء. اولا بالنسبه للصحفيين فاحنا عندنا طبعا في الصف الاول الاطباء والطواقم الطبيه اللي بنقدم لهم كل التحيه، لكن كمان في زملائنا الصحفيين اللي موجودين في هذه المعركه وبيتصدروا وبينزلوا في الشوارع وبينزلوا في المستشفيات وبيجروا تحقيقات. يعني الحقيقه دايما ان هو فيروس الجديد لم يعد جديدا، يعني في الحقيقه احنا بقى لنا اسابيع موجودين معاه وابتدت تظهر هذه الجزئيات. ولعل حضرتك عندك علم انه بالفعل الفيروس اصاب بعض الزملاء الصحفيين في عده دول، بالفعل منها حتى زملاء كمان صحفيين في مصر وبلدان اخرى، وده معناها انه فعلا الصحفيين امنهم وسلامتهم يعني محل مشكلات كبيره وتحديات كبيره. يعني الفيروس موجود في الهواء وموجود في اماكن كتير بالاضافه لكن اللي هم بيتوجهوا إليها زي القرى اللي فيها الحجر الصحي، زي المستشفيات اللي بعضها بالفعل في تلوث وأماكن أخرى، وكمان في بعضهم نقل حتى هذا الفيروس لأولاده. يعني مسألة فعلا خطيرة. طيب خلينا نتكلم شوية عن دور النقابة مع الأستاذ عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ عمرو برحب بيك مرة تانية. إيه الدور اللي بتقوم بيه نقابة الصحفيين لتوعية أعضائها؟ إزاي يحمي نفسهم من الفيروس؟ إزاي بيتواصلوا كمان أو النقابة تتواصل مع مؤسسات صحفية زي ما حصل إنها تقلل العدد؟ إيه الإجراءات اللي بتاخدها بالظبط النقابة؟ يعني إحنا من بداية الأزمة يا أستاذ تامر أصدرنا بيان واضح في يعني كل التعليمات سواء الموجهة للزملاء الصحفيين في طبيعة التعامل مع الأزمة الحالية أو حتى الموجهة للمؤسسات في تعاملها مع الزملاء وطريقه يعني حضورهم وانصرافهم واماكن اجتماعاتهم وتطهير وتعقيم الاماكن. يعني عملنا ده. وفي الناحيه الثانيه احنا طول الوقت متواصلين مع زمايلنا لا سيما يعني اللي بيشتغلوا على ملف الصحه والملف الميداني عشان لا قدر الله في حاله اصابه اي حد فيهم بنبقى جاهزين سواء في النقابه او في لجنه الشؤون الصحيه في مساعدتهم انهم يتحركوا. عايز اقول لك يعني ان مثلا على سبيل المثال احنا طلبنا من المؤسسات الصحفيه في الاجتماعات الحفاظ على المسافات الامنه اللي قالت عليها منظمه الصحه العالميه، طلبنا بتقليل الاعداد الموجوده في المؤسسات بقدر المستطاع بما يحافظ على الشغل وعلى سلامه الزملاء في نفس الوقت. طالبنا بالتوسع في العمل من المنزل ومن خلال الانترنت يعني عشان يضمن عدم الاحتكاك بين الزملاء. يعني فمن اللحظه الاولى احنا كنا متبعين ارشادات منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه. هل في رقم ساخن، خط ساخن، آلية للتواصل بين النقابة والأعضاء في هذا الشأن تحديدا شأن كورونا؟ بالضبط. عندنا طبعا عندنا خط ساخن ده خاص بالحالات الاشتباه إذا تعرض أي زميل لإصابة لا قدر الله، وزائد يعني تليفوناتنا كأعضاء مجلس النقابة طول الوقت مع الزملاء بنتواصل معهم على طول يعني. تمام، وضحت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين. أعود إليك مرة أخرى أستاذ عبير سعدي. سؤال بقى أخلاقي ربما يتعلق بأخلاقيات المهنة وهو سؤال صعب. أنا في وضع زي ده من حقي يعني أدوري كصحفي إن أنا أعرف الحياة للناس وإن أنا أنقلهم كل التفاصيل، وفي نفس الوقت عندي التزام برضو إن أنا ما أنقلش شائعات وإن أنا ما أستعجلش في النشر وإن أنا ما أسببش إثارة ذعر. إزاي أحقق الموازنة دي؟ عدم التهوين أو التهويل ده شيء مهم وأساسي. الشيء الأهم كمان هو التحقق من الأخبار. يعني قيمة أساسية بالنسبة للصحفيين في الفترة دي إن احنا نتحقق من الأخبار. مش الصحفي الوحيد هو اللي بيغطي ده في الحقيقة. يعني هذا الحدث هو حدث عالمي كوني يعني في كل مكان، وفي ملاحقات إخبارية، البلوجرز موجودين، المدونين موجودين، وأي شخص عنده كاميرا بيكون موجود. إيه اللي بيميز الصحفي؟ إن الصحفي بيمارس مهنة الصحافة وهي جزء منها أساسي هو التحقق من الأخبار. حضرتك سألت في البداية وماذا عن حكب بعض المعلومات؟ يعني دي برضو تواجه الصحفيين إن البعض بيحجب المعلومات. وقت المعركة دي يعني أظن إن الأفضل إن الواحد يحاول يحدث على المعلومة
ولا ينشر هذه المعلومة دون التحقق منها. والصحفيين بيوصلوا لده عن طريق يعني ما نسميه هندسة السوشيال انجينيرنج، الهندسة الاجتماعية، عن طريق شخص عرف شخص اللي هي دوائر الثقة، وهم حاولوا بيعملوا ده، ويعني بيغزلوا يعني بالطريقة بالمعنى البلدي، لكن بالنهاية هم بيحاولوا تماما، لأنه في الآخر خالص ليه الناس تلجأ لوسيلة وما تلجأش لوسيلة تانية؟ لأن اللي هيتحقق معلومات واللي هيقدم معلومة سليمة مش معلومة تثير الرعب. للأسف بعض الوسائل الإعلامية، وأنا بتكلم حتى عالميا ما بتكلمش على وضع في بلد معينة، إنه بيجدوا إن من الأفضل هو إخافة الناس وإثارة ذعر الناس عشان يحافظوا على نفسهم ويخلوا بالهم. والزيادة دي هتزود نسب أخرى، هتزود نسب مثلا خطاط الكبيرة بالنسبة للناس. يعني أطباء النفسيين بالوقت حاليا يعني الجلسات اللي بيعملوها أونلاين أو غيره أو الجلسات بهذا الشكل مش متاحة لأغلب الناس، لكن في ناس جدا بسبب هذه التغطيات هم حيجيلهم الأمراض، وطبعا مناعة هذا المرض جزء منها جزء نفسي. فمسألة التحقق من الأخبار وعدم نشر الشائعات، واسمح لي حاجة كمان مرتبطة بهذا المرض، الوصمة الاجتماعية الموجودة بهذا المرض ده جزء مهم لدور الصحفيين ان هم يحاربوا ده. انا شفت مجموعة موضوعات صحفية، منهم موضوعات مثلا عملها زمايل زي زميلنا مثلا احمد جمعة في مصر اليوم بينزل، وزميلتنا بسمة مصطفى وغيرهم وغيرهم، بينزل زي ما بينزل النماذج السيئة، يعني النماذج السيئة مثلا اللي احيانا كمان في تحرش بالعاملين في مجال الصحة بما ان هم بينزلوا المرض وهذه الاشياء، هم بينزلوا زي ما بينزلوا المشكلة بينزلوا كمان قصص نجاح. ازاي زي ما في حد بيتنمر على طبيب، في حد بيقف يسقف له هو راجع من الشغل، في يعني في كل النماذج، فما يكونش التركيز بس على النماذج السيئة. بالضبط. طيب اخي اتفضل. الوضع الجيد هو العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، فكل هذا الأشياء احنا بنحاول بقدر الإمكان احنا نكون في ظهر زمايلنا الصحفيين، واحنا مش بنقوم بتغطية مباشرة. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الشخص اللي بينزل الحقيقة ان هو بيسأل آخرين، وانا كنت جزء من بعض الخدمات بهذا الشكل اللي بتحاول تدعم الصحفيين، واتمنى يعني كل زمايلنا يكونوا في السلام. والله نتمنى السلامة للجميع، للصحفيين وللأطباء وللمصريين بشكل عام ولكل البشر في كل الدنيا. شكرا جزيلا عبر خدمة سكايب الأستاذ عبير سعدي نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيات، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المعلومات. الشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، غدا بإذن الله حلقة جديدة بتوقيت مصر، نترككم بخير ونراكم غدا بخير.